أما هلأ عفاف رح نروح لأولى محطاتنا الصباحية، ومحطاتنا اليوم رح نحكي فيها عن الفن، وتحديداً رح نحكي عن المدرسة الواقعية، وهي أحد المدارس الفنية اللي بتركز باهتمامها على كل ما هو واقعي وحقيقي وموجود أيضاً في الطبيعة والمجتمع، وتسعى المدرسة الواقعية عبر فنانين وأدباء إلى تجسيد مشاهداتهم في الواقع على شكل أعمال فنية وتصويرها وتطبيق طبعا طبق الأصل، وذلك من خلال رصد كافة الظروف المهمة على أرض الواقع سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. صحيح سلمى، رح نحكي بشكل موسع أكثر عن هذا الفن الواقعي وشو هي اختصاصاته كمان، وعن المدرسة الواقعية للفن التشكيلي وكيف ممكن أنه تتجسد على أرض الواقع واختلافه كمان عن باقي الفنون الثانية. رح نحكي كل هاي المواضيع مع اليوم الفنانة التشكيلية سوسن محمدية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الجمهور كله. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن هذا النوع، أو خلينا نقول هاي المدرسة، وليش اخترتي هاي المدرسة بالذات لأنه تكون هي البصمة الفنية الخاصة فيك؟ المدرسة الواقعية هي جت رداً على المدرسة الرومانسية، وكان من أشهر المدرسين أو الفنانين الكبار كوربي، اللي هي أحدى أعماله لوحة الجنازة والمرسى. والمدرسة الواقعية هي بتجي يعني بتصور الواقعية بحذافيرة وبدقتها بدون أي نفور أو دون أي شيء بيحطه الفنان من عنده للوحة، يعني بمصداقية كاملة. والواقعية إلها بتعبر عن الحياة اليومية، يعني برصد الفنان الحياة اليومية أو مشاعر والحياة الاجتماعية بيشتغل عليها. طبعا هي كلها بيصورها بحذافيرها بدون أي تأثيرات بيحطها من عنده. طبعا بيعبر عن الواقعية بطريقة بحط إحساسه، بس بصورها مثل الكاميرا الفوتوغراف حرفيا يعني. وأنا اخترت الواقعية لأنه بحسها أكثر مصداقية وواقعية أكثر، وهي لغة الشعب أي العام المجتمع بكل ظروفهم، يعني بكل أنواعهم بالمجتمع بيقدر يشوفها وبيفهمها تماما. طبعا نحن هلا عم نستعرض بعض الصور من اللوحات الفن التشكيلي الواقعي، خلينا نحكي اكثر عنه. نحن وقت بنقول فن تشكيلي واقعي شو نقصد فيه؟ كيف ممكن نجسده على ارض الواقع بحيث الصوره تلامس الواقع بشكل كامل، ان كان من الناحيه السياسيه الاقتصاديه او حتى الاجتماعيه؟ تماما، هي الواقعية أنا بعبر فيها أنه أنا أحيانا بشوف لقطة بتكون بتعبر عن الألم، برصدها بحذافيرها، بتقبل الجمهور وبطريقة الإحساس والملامح الموجودة بتفاصيلها بتلقاها الجمهور بطريقة بصرية. الألم، الحزن مثلا، عندك عندي بعض لوحات شغلتها بالتحدي، بتشوفي بالعمل هو بورتري تحدي، امل، شغف. في بعض لوحات الازهار يلي هي التفاؤل. صحيح. الورد معروف هو عباره عن التفاؤل والحب. عندك طبيعة صامتة. طيب الخيل هون شو قصدك من صورة الخيل يلي رسمتيها؟ رسم الخيل بدل على الأصالة والشعب الأصيل. أنا بحب الخيل، يعني الخيل هو الأصالة بالنهاية. عن شو ممكن اليوم يعبر عن واقعنا يعني نحن كسوريين؟ أصالة السوري. حلو. هلا اللي نحن شايفينه هي منحوتات، فأنت كمان غير الرسم بتنحتي؟ تخرجت من وليد عزات نحت، يعني ما صار لي شي شهر. كانت إحدى أعمالي بس مدرستك أعمال بالنحت مختلفة شوي عن مدرستك بالفن التشكيلي. هي هذا مشروع تخرج، نحن بنشتغل تقنيات مختلفة، أعمال مختلفة. أنا اشتغلت أغلبية أعمالي كانت تجريدي وتعبيري، المنحوتة التعبيرية اللي بتحكي عن الحلم وال الدعاء وال يعني هاي المنحوته كثير حبيتها. يعني هي البنت اللي مرقت قبل شوي، هلا بترجع تمرق الصوره. ايه تماما. واعمال نحتيه تجريدي عن العصفور، هو السلام او الطير. وعندك منحوته الانثى
تجريد الأنثى، الأنثى بالحياة هي كل شيء. أكيد. والحصان أكيد، الحصان بيحكي عن الأصالة، أصالة العرب والسوريين أهم شيء. أنا كثير بحب الحصان يعني بشكل عام يعني. وكمان تجريد البومة هي تقنيات مختلفة، حبيت أشتغل كل التقنيات. بكان إن كان جبصين أو كان رخام صناعي أو حجر صناعي أو ريزين، أغلبيته شغله هو النحت بالطين. نشتغل العمل بالطين، ننسخ له قالب، بعدين منصوب، بعدين بنحط البعلي. تماماً، في عنا شيء اسمه المواد نحت مختلفة. تماماً، مواد مختلفة، في عنا نحت مباشر وعنا نحت بناء مباشر. يعني تقنيات مختلفة. يعني حبيتنا بالمعهد هو رصدنا كل التقنيات وتعلمناهم كلياتهم بفضل الأساتذة الموجودين هناك، وبتشكرهم، بتشكر أساتذة المعهد أدم إسماعيل كمان يلي تخرجت منه كمان. وحبيت جسد الأعمال هي بالمنحوتات اللي شفتوها. وعمل كثير حلو، خصوصا العمل الشغل بالطين بيعطيك طاقة، بيفرغ طاقة. الطين هو بيفرغ طاقة بالنهاية، نحن خلقنا من طين. صحيح. طيب خلينا نحكي يا سوسن عن هذا الفن التشكيلي الواقعي اليوم، شو اللي بيميزه عن غيره، غير انه بيحكي عن الواقع، شو في اضافات ثانيه عن باقي الفنون التشكيليه الثانيه؟ هلا الواقعيه حكينا انه اهم شيء الفنان برايي انا كشخصي كسوسن، انا بحب الواقعيه كثير، بترصد كل فئات المجتمع بيقدر يفهمها. الواقعية بتحكي عن كثير قصص، فيك ترصديها باحتكاكك مع المجتمع، بأفكار تاخذيها بترصديها بتفاصيل، هي التفاصيل بتلعب دور. عندي لوحة رصدتها لختيار ماشي بالشارع، شفته اخذت لقطة صورة منه، سميتها وطن. الملامح الموجودة، التجاعيد الموجودة بالوش والمعاناة والتعب والسيجارة اللي بوشه، هي صح يعني غلط ننشر هذا الشيء، بس حتى موضوع صفوة السيجارة انه ما نقدران ينزلها، لهيك حسيت بهي اللوحة يعني بتجمع الوطن بكل شيء، بالعناء، بالفرح، بالشغل والتعب والإرهاق والتفكير، يعني التجاعيد الموجودة بالبشرة، ولأنه هو ما له قدران ينزل صفوة السيجارة من تمه. بقى أنا بالنهاية دائماً عم بشتغل على حالي، أنا ما راح أوقف نهائياً عند المدرسة الواقعية. الواقعية هي أهم شيء بالفن بداية، أنك أنت تشتغلي واقعي، الفنان قد بيشتغل واقعي تتمكن، والفنان لما بيتمكن من أدواته بيقدر يتمكن من فنه. بعدين أنا بدي أشتغل على حالي وطور حالي أكثر، لحتى أفوت مدرسة مثلاً أشوف حالي أنا وين، مدرسة تعبيرية أو تجريدي. أنا عم بشتغل شوي هلأ، فدت بشوي بتجربة تعبيرية، لأنه الإنسان الفنان ما لازم يوقف عند مدرسة واحدة أو شغل، لازم دائماً يتطور ويعمل أبحاثه ويشتغل، لأنه متى ما أنه وقفنا معناتها خلص وقف الفن، ما عاد اشتغلنا، الفن ما له حدود. أكيد. لازم دائما نستمر، وكل فنان بيكون له لمسته الخاصة. تماماً. حتى لو كان هو ضمن المدرسة الواقعية، في كتير فنانين سوريين، يمكن منهم الفنانة سارة شمال اللي تميزت برا وأخذت جوائز بهي المدرسة بالذات، لأنه كانت الصورة عندها تشابه الصورة الفوتوغرافية، يعني صح. اللي بيشوف اللوحة ما بيقدر يميز، يعرف هل هي مصورة أو مرسومة. صح. في صعوبة بيكون وفي تنافس دائما بين الفنانين، وخصوصا بالمعارض عم نشوف بالفترة الأخيرة معارض مشتركة أكثر من المعارض الفردية، هل كان لك مشاركات ببعض المعارض؟ عندي مشاركات عديدة بالمعارض الجماعية، إن شاء الله هيك بصير لي معرض فردي، بس أنا هذا المعرض الفردي بده يكون كتير يعني أخذ حيز قوي من تفكيري، وبده يكون له دراسة خاصة. صحيح. والمعارض الجماعية شاركت بعدة معارض، معارض الخريف، الخريف ومعرض السنوي ومعرض، هدول متميزين لأنه تماماً. بيكونوا بيجمعوا عدد كبير من الفنانين، فبيكون في مجال أنه كل واحد يبرز هيك مثل ما بيقولوا تماماً. قدرته بالفنية. تماماً. شاركت بإحدى معارض بالنقابة الفنانين اللي اسمه ألم،
تبرعاته كانت لمتضرري أهل الزلزال. حلو. شاركت بكثير معارض جماعية، وهي المعارض كثير مهمة، إن كانت بالنقابة أو بوزارة الثقافة، وكان لي معرض تصوير ضوئي كمان بالجزائر شاركت فيه عن طريق المجموعة الموجودين، وكمان لي كمان مشاركة تصوير ضوئي بأبو رمانة، كمان معرض السنوي ومكتبة الأسد، كمان كمان معرض السنوي كنت شارك تصوير ضوئي تصوير زيتي. يعني أنا باخذ اللقطة الفوتوغراف، أنا بصورها فوتوغراف وبصورها تصوير زيتي. يعني العمل غالبا بيكون إلي لسوسن بس. تماما. وطبعا انت باعمالك بتحسي انه هي بتفرجي على الاعمال، انت ما قلت حضرتك الفنان له بصمه بالعمل، بحط احساسه ومشاعره، بتشوفي العمل انه بتعرفي هذا العمل للفنانه سوسن، للفنانه ساره شما، يعني بطريقه باسلوبه صح رسم الواقعيه، بس بالنهايه لكل فنان له اسلوب واحساسه يلي بيقدمه للوحه واللي بيخلي الناس تحفظه. يعني تماماً. بس تشوف تقول هذا فلان من بعيد بيقولوا هي اللوحه لسوسن عرفناها. نظافه لون، شغل عجينه اللون كمان بتلعب دور. يعني اكيد هي البصمه يمكن تاركها كمان او تعلمنا انه نعملها من كبار الفنانين التشكيليين يلي ممكن هم يكونوا قدوه لإلنا، او نحن بنكون متاثرين ممكن نوعا ما بتفكيرهم او بطريقتهم او باتباعهم اسلوب معين. خلينا نحكي مين الفنان التشكيلي اللي انت تاثرتي فيه سوسن وممكن سرقتي شوي من اسلوبه او طريقته. تماما. هلا والله انا اشتغلت لفنان رامبراند باحدى مشاريع بالمعهد، قمت كثير حبيت اسلوبه، وهو كثير فنان كبير ومشهور بالظل والنور. صح. بفترة الأولانية حسيت حالي إنه بكل خلفيات اللوحات أو البورتريه تأثرت فيه تماماً بالظل والنور. يعني يعني حسيت حالي أخذت شوي منه. هو أكيد كل فنان بتأثر بفنان بيحبه، أنا تأثرت برامبراند وحبيت أعماله كتير. بالنهاية كمان نحن رح نطلع ببصمة لحالنا بدنا نشتغل عليها أكثر، وإن شاء الله بتكون هيك إنه بصمة ببلدنا وبالعالم كله. أكيد إن شاء الله. يمكن من أصعب أنواع الفنون على السيدة بشكل عام النحت، دائما بيقولوا إنه النحت لازم يكون فن رجولي أكثر من إنه هو أنثوي، لأنه شفنا بالفترة الأخيرة كثير من الفنانات السوريات اللي تحدوا هذا الشيء من خلال دخول عالم النحت، سواء النحت على الحجر مثل ما قلتي انه انا بكون الحجر موجود وانا بعمل المنحوت عليه، او انه انا اجيب مثلا قطعه واشتغل عليها لحتى اكونها من اول وجديد. حاولتي تدخلي هذا المجال انه انا انحت المنحوتات الصعبه اللي بيعتقد البعض انه هي فقط حكر على الرجال؟ هلا انا اول شغله اول ما بدي فوت على النحت استصعبتها بصراحه، يعني ادواته ثقيله وصعبه ومجهده، حسيتها مجهده ومو خرج الانثى يعني. بس انا واجهت هي الصعوبات وفتت واثبتت جداره، يعني والانثى بتثبت جدارتها بمثابه الرجل، يعني هن الاثنين يعني لازم يكون واحد بالمجتمع، وهن صايرين واحد بالمجتمع. في صعوبات عضليه بتواجهها الأنثى، يعني مو مثل الشاب في عنده قوة عضلية أقوى إنه يحمل الوزن بيشتغل. بس واجهت هي الصعوبة، أنا هي المنحوتة في واحدة من المنحوتات ضخمة، يعني اشتغلت ضخمة، يعني احتمال فكر اشتغل أعمال أنا أكبر من هي، إنه لأثبت إنه الأنثى إنه بتقدر تشتغل كمان نحت وتتحدى كل الصعوبات الموجوده بالاعمال الفنيه. انا ما بلاقي انه في صعوبه، بين احيانا شاب ما بيقدر يشتغل الاعمال، يعني هو لك الشغف والحب هو اللي بيقدم هذا الشيء بغض النظر ان كانت انثى او ذكر. انا ما لقيت اي صعوبه لاني انا حابه وعندي شغف بموضوع النحت، وعملت اعمال كبيره، يعني كانت تقريبا ارتفاع اكثر من 60 سم ضخمه، يعني الاثنين ثلاثه لحتى قدروا يحملوها معي لحتى قدرنا نصبها. يعني في انت عندك عمليه طين، عمليه حاضن، الحاضن الآلة يكون حامل
الطين مع القالب يعني كل ما لا عم تضخم يتخم العمل اكثر. بس رغم هيك انه تجاوزت هذا الشيء وقدمت كان من الاعمال الرائعه الحمد لله. اكيد بالنهايه يعني كل حدا ان كان شاب او صبيه اذا ما قدر الشاب او الرجل يعمل شيء ما قدرت الانثى انها تعمله فما يعني فشل وممكن يكون مبدع بامور ثانيه يعني مشان ما حدا يزعل هلا. خلينا نحكي يا سوسن انت مثلا بعد محددة لحالك وقت أنا بعد سنة سنتين ثلاثة ناوية أعمل معرض خاص لإلي أو عندك هذا الكم الهائل أو شو ناوية تعملي لقدام؟ هلا أكيد أنا ناوية أعمل معرض فردي يعني كل سنة بقول بدي أعمل بس ما حسيت حالي جاهزة لمعرض فردي بس ان شاء الله بالايام الجايه اكيد راح يكون معرض فردي مميز. شو راح تضيفي عليه غير القصص اللي حكيتي لنا اياها؟ شو راح يكون في اضافات؟ هلا انا كثير في افكار بتشتغل براسي كثير يعني انا عندي اعمال كثير عندي فوق ال 200 عمل او اكثر من لوحات بس انا بشتغل يعني كل المدارس يعني كل شيء بيخطر ببالي يعني بالواقعيه كل شيء يعني طبيعه صامته بورتريهات ولا ورد بشتغل كل شيء. طيب في عنصر مميز مثلا كثير فنانين بنلاقيهم بيتميزوا بالبورتري فبتلاقي بيرسم البورتري بكل المدارس الفنيه بالعموم تماما. في فنانين بيحبوا الطبيعه فبيدخلوا الطبيعه بكل اعمالهم في فنانين بيحبوا يبرزوا بطريقه اللون انه هذا مثلا الالوان الداكنه بتميز كل اعماله يعني كل فنان له شيء انت في عنصر مميز انتبهتي انه انا من خلال كل اعمالك اللي اشتغلتي عليها هذا العنصر بيميزني هذا العنصر انا ما بقدر استغنى عنه باي عمل فني بشتغل فيه. هلا انا لحديت هلا اشتغلت كل الاعمال اللي قلتي عليها ان كان كل المدارس بالواقعيه حسيت حالي انه انا يعني فوت بالطبيعه بتطلع حلوه يعني بدي اشوف حالي وين انا اكثر شيء شغلي حلو وظابط بس انا تميزت بنظافه اللون عجينه اللون لما اعمل عجينه لون بتكون مميزه الواني نظيفه وواضحه الجمهور ظاهره يعني ما بتخلطي يعني كثير الوان مع بعض بخلط الوان بس بتكون نظيفه الوان نظيفه يعني ما بدخل لون مع لون ريشه اخذتها ما غسلتها فتت بلون ثاني عملت انه بتصير احيانا تسريب لون. انا كثير بموضوع الاعمال كلها كان بورتري ولا الطبيعه الصامته عندي نظافه لون الا نظافه لون بغض النظر شو هي العجينه الموجوده. انا لحديت هلا لسه عم بعمل تجارب بصراحه يعني ما حسيت انه دائما لما بتشتغلي كل شيء عم يطلع معك شيء ظابط وحلو بتقولي انه وين بدي اروح انا؟ صح تماما انا لساتني يعني الانسان ما بوقف عن التجارب عن الابحاث وانا لسه في عندي افكر فوت بالمدرسة التعبيرية هيك شوي. هلا آخر عمل اشتغلته بملتقى كان هو بورتريه تقريبا فيه تعبير شوي بجوز هي الفرصة يمكن تفتح لي انه انا افوت بهي المدرسة او بهذا الخط شيء خاص إلي. تمام اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق صوصه محمديه الفنانه التشكيليه وان شاء الله هيك المدرسه الواقعيه بتضل عم تخرج مبدعين وتسلط الضوء اكثر على الطلاب في اطفال صغيره في اطفال اكيد على الاطفال وكافه المبدعين وكل حدا عنده هذا الجانب والابداع بالفن الواقعي بدنا نتشكر وجودك واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم بتشكركم وبتشكر صباح الخير باستضافتي هي الحلوه شكرا لك موفقه بكل اعمالك الفنيه شكرا لك.